للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة إيمان جناحي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية. بعد التحية، ما هو مضمون هذه المحاضرات الإلكترونية وما هي الفئة المستهدفة منها؟ مرحبا أختي. طبعا الفئة المستهدفة في هذه المحاضرات هم الطلبة الدارسين في الجامعات، وبالأخص طبعا الطلبة المبتعثين الدارسين خارج البحرين. تتضمن هذه المحاضرات العديد من المحاور المهمة المعنية بهذه الطلبة. نبدأ عن النظام السياسي في البحرين وعلاقته بالسياسة الخارجية. نعم. كذلك بيتكلمون عن المشروع الإصلاح لجلالة الملك ودور المبتعث في تسويقه كسفير للبحرين خارج بلده. يعني طبعا عندنا موضوع حقوق المبتعثين في المواثيق والاتفاقيات الدولية. كذلك عندنا دور السفارات البحرينية في الخارج وعلاقتها بالمبتعثين، ويمكن كان لهم دور أكبر أثر حاليا نشوفه في هذه الأزمة، ودورهم في احتواء الطلبة الدارسين خارج البحرين. نعم أستاذة إيمان، يتم تنظيم هذه الدورات طبعا عن طريق التعاون مع أكاديمية الشيخ محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية، حدثينا عن هذا التعاون تحديدا. طبعا تم تشكيل فريق لوضع بعض المحاور المهمة اللي ممكن نستقنا فيها بين الطرفين، وأيضا هم قاموا مشكورين بالتنسيق مع السفارات والتنسيق مع السفراء، وطبعا اختلاف الأوقات وكل هذه الأمور إن شاء الله تم تنسيقها مع المعهد، مشكورين. نعم، ما هي طريقة التسجيل في المحاضرة؟ يمكن للطلبة الراغبين في المشاركة الدخول على انستغرام معهد التنمية السياسية، وعندنا رابط ممكن هم يدخلون عليه ويسجلون، وبنبعث لهم إن شاء الله طريقة المشاركة. نعم الأستاذة إيمان جناحي، المديرة التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، شكرا جزيلا لك.